بصوا، احنا هنتكلم على موضوع مهم يعني حالا دلوقتي متعلق بالجينوم المصري، ومهم جدا انك انت تبقى عارف ان مصر ليست من الدول حديثة العهد بهذا العلم، لان احنا على سبيل المثال ولا الحصر كان عندنا عالم عظيم، احد اهم علماء الجينوم، كان الدكتور احمد مستجير لو حضراتكم تتذكروا، والبعض قد لا يتذكر، ودي للاسف الشديد من طبائع احوالنا، يعني ان احنا يمكن، ودي حاجه مهمه جدا لازم نتكلم على الدكتور احمد مستجير بالمناسبه، ولازم يبقى موجود في مناهج التعليم في مصر وما الى ذلك. ده من اهم علماء الجينوم البشري طبعا، وكان استاذ كبير جدا في كليه الزراعه، كان عالم عظيم موسوعي بالمناسبه، يعني زي ما كان بيكتب في الشفرات بتاعت البصمات الوراثيه وما الى ذلك، ده كتب في فلسفة العلوم النووية ده مثلا، والله بكلمكم بجد، وكتب في الشعر وفي علم العروض، وكان عنده ديوان شعري. يعني دكتور مستجد دكتور وطبيب، أدف دكتور وأستاذ وعالم عظيم، بل وأديب عظيم كمان يعني. طيب، طبقا لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإنه الجينوم المصري، خد بالك بقى، هيخلق طفرة حقيقية في كل المجالات، وإن إحنا عندنا خطة لاستثمار الجينوم، طيب، أو الجينوم المصري يعني. خليني أفهم أكتر عن ده، وبكل الترحيب، كل الترحيب الحقيقة بدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إزاي حضرتك؟ حضرتك طيب الحمد لله. الحمد لله. حضرتك طيب ومصر كلها بخير. آمين يا رب، وحضرتك دايما بالصحة والسلامة، ودايما تشرفنا بسماع صوتك يا فندم. أنا متشكر قوي قوي يا شكرا لحضرتك. دكتور محمد، يعني إيه مصر هتقدر تستثمر الجينوم المصري؟ إزاي أقدر أقول إنه أنا هقدر أخلق طفرة في جمهورية مصر العربية؟ شوف يا أستاذ يوسف، أنا دايما بيسعدني أن أتكلم مع سيادتك. ده أنا أتشرف. وخصوصا حضرتك بتتكلم بموسوعية وعلم غزير، وبنطرح الموضوع بصورة علمية. يمكن الناس تسأل يعني إيه جينوم؟ الجينوم ده موجود في الخلية على كروموزومات، وده حاجة معروفة وموجودة وبندرسها. يعني احنا في كثير جدا من تفسيرنا للأسباب الأمراض أو مؤديات إلى الأمراض، وساعات بنتكلم شبعنا مجموعة من الناس بتتعرض لنفس المؤسسات، وناس منهم بيجي لها المرض والناس لا. نقول في أسباب في جينات أو جينومات في هؤلاء البشر. الحقيقة البحث، وطبعا احنا كان عندنا اولويات كثيرة جدا ان احنا في مصر، يعني بس لما كان عندك التهاب الكبد الوبائي فيه، ايوه طبعا كان في ملايين المصريين بيعانوا منه، والحمد لله مصر قدرت بتوفير الدواء وتعالج صحيح. كل هذه الكميات البلاد قبله وحاجات كتير قوي. فاحنا يعني كان في اسباب خلينا ما نوصلش إلى الدخول في هذه المجالات بخطة بحثية عميقة يعني. إنما كعلم إحنا عارفينه، وسيادتك قلت الدكتور أحمد مستجير وناس أخرى آخرون صحيح من زمان قوي لينا، أساتذتنا كانوا بيشتغلوا في هذا. إنما النهارده أنت بتتكلم سيادتك على مشروع قومي، ودايما المشروعات القومية العملاقة لازم ليها يعني دعم سياسي ودعم دولة، وهذا هو ما حدث بالفعل. وبكل أمانة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى دعم كبير لهذا المشروع اللي هو بيجرى في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وفي مركز بحث كبير جدا للجينوم المصري. يعني ايه الجينوم المصري؟ يعني انت بتدرس ايه هي الجينومات الموجودة او الجينات اللي موجودة عند المصريين، هم عاداتهم قد يكون معروف وشكلهم معروف وتركيبهم معروف وتحت الميكروسكوب الالكتروني معروف، انما الخليه دي سبحان الخالق مليانه حاجات كثيره جدا بتحمل الصفات الوراثيه والجينات التي تحمل الصفات الانسانيه، وايضا قد تحمل الـ يعني مسببات الامراض. فاحنا المشروع مشروع ضخم جدا، مشروع علمي كبير،
اتعمل له مركز بالفعل وتكلف ملايين لانه حاجه كبيره جدا وحاجه حديثه واشاد بها كثير من الخبراء المصريين والاجانب. وبدانا نتكلم ايه اللي ممكن نستفيد بيه. اول استفاده حضرتك، يا ترى ايه الصفات الوراثيه اللي موجوده عند المسلمين؟ وما تاخدهم بعد كده للامراض، صفات بصفه عامه. واقول لك بقى حاجه مهمه جدا يا استاذ يوسف، احنا بتدرس الان الصفات الوراثيه والجينوميه لقدماء المصريين. هايل. عشان تشوف الناس دي تفوقوا ازاي، وايه الصفات اللي كانت موجوده عندهم، وايه دي نقلت الى المصريين ولا لا، وهكذا. بندرس مثلا بعض الامراض، يا ترى ايه الجينومات الموجوده في الامراض دي؟ تقدر تحدد خريطه الامراض الموجوده، خريطه الامراض المحتمله، الخريطه العلاجيه لهذه الامراض. وتدرسها ايضا في الاصحاء. وبدا كمان في مشروع بتبناه السيد وزير الرياضه، هو دراسه الجينوم في بعض الرياضيين المتفوقين. يعني اللي خلى واحد تفوق في السكواش او في كره اليد او في كره الماء او في اي نوع من انواع الرياضيات، احنا لو لقينا الجينوم ده موجود في بعض الاشخاص، طبعا مش الجينوم لوحده هيبقى كفايه، لازم تاخده تاهله وتدربه، لكن طالما عنده الاستعداد للتفوق ممكن تختاره في هذا. ففي جزء يحدد لك الصفات اللي موجوده في فئات معينه، تقدر تختار منهم حسب التركيب بتاع الجينومات اللي موجوده عندهم او الجينات اللي موجوده عندهم، تقدر تختارهم لوظائف معينه او تؤهلهم لوظائف معينه. في نفس الوقت تقدر تختار رياضيين او فئات اخرى من المجتمع تؤهلها بالصفات الوراثيه او الجينات اللي موجوده فيهم. في نفس الوقت تقدر تمنع الامراض باذن الله، تقدر تحدد خريطه العلاج، تقدر تقول للانسان ده ما تشتغلش في الحته دي، لانك لو اشتغلت فيها تركيب الجينومي بتاعك او الشفره زي ما حضرتك قلت او الخريطه قد تؤدي انك تصاب بالامراض الفلانيه. فمن الافضل غير الوظيفه بتاعتك او غير التعرض للمواد اللي انت بتتعرض فيها اللي قد تؤثر عليك وعلى صحتك. وحاجات كتير قوي تحت هذا البند بنستفيد بيها. وعلى فكره نشر اول بحثين من هذه المؤسسه او هذا المركز او هذا المشروع في مجله نيتشر، ودي اعلى مجله عالميه في بتنشر ابحاثها علميه. طبعا تصنيفها رقم واحد. ففي شغل موجود. الغريبه بقى يا استاذ يوسف، الحاجه المهمه جدا والمفرحه، انك لما بتبدا في مشروع عالي الجوده او عالي العلميه او عالي الخبرات، بتكتشف ان مصر فيها عدد كبير من الناس ذات الخبره والعلم في الجامعات والمعاهد البحثيه. لما تجمعهم وتحطهم تحت سقف واحد بمخطط واحد وتديهم الدعم المالي والدعم الادبي والدعم التجهيزي والفرصه للعمل، بيطلع حاجات في منتهى الاهميه ومنتهى القوه. طب ده يشجعني يا دكتور انه اذا جاز لي ان اقترح. معهد ماكس بلانك الشهير بالمانيا كان عندهم ابحاث مهمه متعلقه بالنقاء الجيني المصري تحديدا، وعندهم أيوة. الابحاث دي كانت اتنشرت من كام سنه، ولدينا باحثين مصريين اشتغلوا في المشروع ده في ماكس بلانك. فانا طبعا مش ما عنديش المعلومه اذا كنا بدانا اتصال وتعاون مع باحثينا اللي في ماكس بلانك او اتصالات مع ماكس بلانك بشكل عام ولا لا، وان كنت اقترح ذلك اذا سمحت لي. ماشي يا فندم، احنا نعرض على الزملاء المجموعه العامله في هذا هذا الاقتراح المهم جدا، اذا لم يكن فعلا حدث تواصل. وطبعا في داتا موجوده سياده طبعا، يعني انا بقول لحضرتك بمناسبه سيادتك اتكلمت على الاستاذ الدكتور المرحوم احمد مستجير، وانا اعرفه شخصيا وتعاملت معاه، كان لينا استاذ الاطفال واحنا حتى طلبه، وبعد كده الاستاذه الدكتوره نعمه هاشم طبعا في قسم الاطفال في كليه طب عين شمس،
كانت بتعمل في هذا المجال، وكانت بتعمل لاكتشاف الأمراض الجينية التي تصيب الأطفال وتؤدي إلى مشاكل صحية عندهم، سواء نقلت من، يعني هقول لسيادتك حاجة، النهاردة في فحص المقبلين على الزواج اتحط بعض الفحص الجيني لبعض الأمراض. فالنهاردة يعني مثلا مرض الثاليسيميا أو أمراض أخرى كمثال، يعني لما أنت تفحص الخريطة الجينية للرجل والمرأة وتلاقي عندهم هذا المرض اللي ممكن يجي للأطفال، ومرض مزمن ومرض حقيقة مشاكله كثيرة جدا جدا، بتقول لهم والله أنتوا عندكم ثاليسيميا، والثاليسيميا دي قد تنتقل إلى الطفل، وجيب لهم في أطفال هذا المرض، إحنا بننصح بنعمل لهم شهادة طبية وننصح بعدم الزواج. وحاجات تانية كثيرة، يعني شاتراش شخصيا هو اللي أضاف أو طلب إضافة الفحص الجيني لبعض الأمراض للمقبلين على الزواج. طب هل وعلى فكرة طلب الملايين. هل يا دكتور هيبقى في عندنا أبحاث متعلقة بمسألة عزل الجينات المتعلقة ببعض الأمراض، عزل جينات أخرى نستطيع أن احنا نستبينها متعلقة بمميزات يعني للإنسان المصري، ومن ثم أقدر أنشط الجين ده أو أحول الجين ده إلى جين خامل؟ سيادتك دي بقى مرحلة متقدمة أخرى. الأول بتعمل الخريطة، بتحدد الأنواع، بتصنف المجموعات في هذا الاتجاه. على فكرة ده كان قبل كده في دراسات لهذه الجينات بتعملها، أو الصفات الوراثية زي البصمة الوراثية بالظبط لبعض الناس اللي بيعملوا أشياء غير طبيعية سواء إيجابية أو سلبية. أيوه، تحس انك تعرفهم وتعمل لهم خريطه. صح. دلوقتي انت بدات سيادتك تتكلم على الحاجات الايجابيه والحاجات المرضيه والحاجات الامراض التي تكتشف حديثا وكيفيه علاجها. حتى النهارده العلاج بتاع الاورام بقى تصنيف جيني، ثم تحدد ايه العلاج اللي يناسب كل انسان، اللي هو بيرسوناليزد ميديسين، كل واحد تحدد له العلاج بتاعه. فسيادتك الاقتراح بتاع حضرتك اقتراح وارد، واحنا ماشيين في خطوات جميله جدا وايجابيه، ومشروع بحثي علمي كبير يعني رفيع المستوى، والحمد لله زي ما قلت لسيادتك اللي يعني انت عندك المؤسسات، عندك الاجهزه موجوده، لكن قبل ده وبعد ده عندك يعني بشر مؤهلين قادرين. عندي عقول طبعا. عندما تجمعوا فجأة لقيت العشرات بيعملوا في هذا المشروع. طب دي ده نوع من الأبحاث، وحضرتك يعني أكثر مني معرفة، آلاف المرات مكلفة لأبعد الحدود، يعني ملايين بل ومليارات. هل ده معناه إن إحنا الدولة مستعدة إنها تستمر في هذا الإنفاق البحثي؟ لازم تستمر فيه، لأن البحث العلمي مهم جدا، قد يكون مكلف. يعني المشروع ده محطوط له مبدئيا مليار جنيه. وطبعا في جزء كومبوننت منه بالعمله الصعبه، لان في اجهزه سوفيستيكيتد جدا واجهزه حديثه جدا، وعايز اقول لحضرتك انها كلها جت وموجوده في هذا المكان. فدي طبعا ميزه ضخمه جدا. لكن سيادتك النقطه دي في منتهى الاهميه، والانفاق على البحث العلمي بالنتائج اللي بتاعته والتي ترصد بصرف النظر عن هي إيجابية ولا سلبية، هي نتيجة وهي مؤثرة، ولها تأثيرات بعد كده لا تقدر بثمن. صحيح صحيح. يعني سيادتك إذا كنا بنتكلم على الوقاية من حاجات كتير جدا، وقاية من أمراض، الوقاية من مضاعفات، الكشف المبكر عن الأورام، الأدوية التي تصلح لكل مجموعة من الناس، اختيار الناس الصالحين لتخصصات معينة، اختيار رياضيين ذو مستوى رفيع لأن جيناتهم بتقول كده، هل ده عائد ولا لا يا أستاذ؟ طبعا هذا العائد، ولسه حاجات كتير قوي لا يقدر بثمن. صحيح. يعني شك ما يصرف على هذا لا يعني لا يقابله مكاسب بمبالغ، يعني سواء بمبالغ أو حاجات إيجابية، هي لا تقدر بثمن ولها مردود كبير جدا جدا جدا. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه، ولا كمان أشكرك إزاي. كل الشكر بجد يا دكتور محمد عوض تاج الدين، المستشار أو مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية.